السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده توتوريال رقم 3 في توتوريالز الـ Object Oriented Concepts. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الـ Procedural Languages وازاي اتطورت وظهر الـ Structured Programming، واتكلمنا عن أول مشكلة في الـ Structured Programming اللي هي مشكلة الـ Unrestricted Access. هنتكلم إن شاء الله عن تاني مشكلة النهاردة، هي مشكلة الـ Real World Modeling. خلونا نبدأ كده مع بعض. المشكلة في الـ procedural languages أو الـ function oriented languages عموما، اللي هي كانت بتستخدم الـ structured programming، إن هي كانت بتعتمد على الـ functions والـ modules والحاجات اللي زي كده. الحياة عموما مش procedure oriented، يعني مش function oriented. يعني مش باجي أقول مثلا إن في function في الحياة اسمها المشي، او نشاط يعني اسمه المشي، والنشاط اللي اسمه المشي ده بيستخدمه الانسان، بيستخدمه حيوان كذا، وبيستخدمه حيوان كذا، وبيستخدمه حيوان كذا. احنا مش بنفكر كده، احنا بنفكر ان في انسان، الانسان ده بيمشي، الانسان ده بياكل، الانسان ده بيشرب، الانسان ده بيفكر، الانسان ده مثلا بيعمل كذا بيعمل كذا وهكذا. يعني احنا بنفكر بايه؟ بالحاجة نفسها. الحاجة نفسها دي اللي هو الاوبجكت نفسه يعني. ومن هنا كانت مشكلة الـ Structured Programming أو الـ Procedure Oriented Programming، احنا بنسميها الـ Function Oriented Programming زي الـ Object Oriented كده. إن هي مش مطابقة للحياة، وأي حاجة مش بتكون ماشية زي مشاكل الحياة نفسها بتكون صعب إن أنت تحولها أو تعملها Implementation، يعني إن أنت تعمل Mapping يعني من الحاجات اللي في الحياة الحقيقية للحاجات الـ Function Oriented دي، أو الحاجات اللي ماشية بأسلوب تاني غير اللي احنا بنفكر بيه. الـ Function Oriented Programming أو الـ Structured Programming زي ما كنا اتكلمنا عليه، كان بيشتغل بـ Variables و Functions، دي حاجة لوحدها ودي حاجة لوحدها. كانت المشكلة هي في الترابط بينهم، إن هما ملهمش علاقة ببعض. طيب، الحاجة في الحياة أو الـ Object في الحياة عموما اللي هو الـ Real World Objects بيكون ليها Attributes وبيكون ليها Behaviors. يعني attributes دي اللي هي ايه؟ analogy يعني لموضوع ال variables ده، اللي هو مثلا زي الانسان، مثلا object زي الانسان له عين، له مثلا لون عينيه، له لون جلده، اللي هو يعني مثلا ذكر ولا انثى، له الجنسية بتاعته مصري مش عارف ايه، له الديانة بتاعته، هكذا. دي ال attributes بتاع ال object اللي اسمه انسان. طيب ال behaviors بتاعته اللي هي analogy ايه بقى الموضوع ال functions ده؟ بيمشي، ال behavior للإنسان ان هو بيمشي، behavior للإنسان ان هو بيتكلم، behavior للإنسان ان هو مثلا بيعرف اي حاجة، مثلا بيحرك ايديه، دي behaviors للإنسان. طيب الحاجتين دول بقى مرتبطين ببعض، بقى مرتبطين ببعض دلوقتي عن طريق ايه؟ عن طريق ال object. فالأوبجكت له اتريبيوت وله بيهيفير. فدي كانت مشكلة، ان هما مش ان الموضوع ما كانش ماشي كده في البروجرامينج، كان ماشي بالبروسيدر اورينتد، وما كانوش حتى مرتبطين ببعض. احنا بنحط variables كتير وبنحط functions، الفانكشن دي بتتعامل مع اول 2 3 variables، الفانكشن دي بتتعامل مع مثلا كل يعني ما كانتش حاجة، ما كانوش مرتبطين ببعض. فدي كانت مشكلة. طيب احنا كده اتكلمنا عن المشكلتين بتوع الـ Structured Programming. في مشكلة تالتة، المشكلة ده هي كانت دي عموما يعني مش مشكلة في موضوع الـ Structured Programming كأنه Procedure Oriented. يعني المشكلة ده هي ان اللغات اللي كانت شغالة في الـ Procedural Programming اللي اسمها الـ Procedural Languages ما كانش فيها Extensibility، يعني ما كناش بنقدر نعمل نيو داتا تايبس. يعني ايه الكلام ده؟ طبعا احنا عارفين ان الداتا تايبس اللي هو ان انت عندك تايب اسمه انتجر، تايب اسمه فلوت، تايب اسمه مش عارف سترينج، تشور كده، الكلام ده، الحاجات دي هي اسمها داتا تايبس. طيب افرض انا عاوز اعمل داتا تايب جديد، عاوز اعمل داتا تايب اسمه بوينت مثلا، اسمه بي، ده بيكون فيه قيمه للاكس مثلا وقيمه للواي، ده نيو داتا تايب انا عاوز اعمله. لا، لو انا عملته انا كده بعمل اللغة لو هي بتسبورت الموضوع ده
تبقى اللغة ده هي extensible، فيها موضوع ال extensibility. طيب اللغات اللي كانت procedural languages ما كانش فيها موضوع ال extensibility ده، ما كناش بنقدر نعمل new data types، فدي كانت عاملة مشكلة برضو، لأن أنت مش قادر إن أنت تعمل data types بتسهل عليك حاجات كتير. أنت شغال مثلا في سيستم كله mathematics كله رياضة، محتاج تعمل points، محتاج تتكلم عن ال x وال y وفي points كذا و points كذا، مش عارف ده بيحصل ايه وبتعمل ازاي تجيب اللي في النص، يعني الشغل بقى بتاع الرياضة دوت كله. ده عمل مشكلة ان الكود مع مش عارفين ن implement المشكلة بتاعتنا في كود، فدي كانت مشكلة كبيرة جدا، في اللي هي مشكلة ال extensibility دهيت في ال procedural languages. احنا كده اتكلمنا عن ال procedural languages بشكل عام وايه هي المشاكل بتاعتها. هنتكلم بعد كده ان شاء الله بقى في التوتوريالز الجاية عن ال approach نفسه لموضوع ال object oriented. لو في اي مشكلة في الكلام اللي فات دهوت ياريت تبعتولي مسج، هو الموضوع مش سهل قوي بس هو نظري concepts، فحاول ان انت تركز فيه عشان تفهمه، وان شاء الله يكون سهل وتكون فهمته. وطبعا ابعتوا لي مسج لو ما فهمتوش، ولو في اي مشكلة او اي حاجة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، وشكرا.